فضيلة الشيخ الدكتور طالب بن عمر الكثيري، يحاوره الأستاذ أحمد بن عاشور شامس، محاضر علم النفس بجامعة سيئون، في هذه قيمنا الموسم الثالث. سنطوف في الأرجاء نقرأ في تعالي من إله، قيم غرسنا بذرها في صدورنا ونفوسنا، وتفرعت أوراقها في حينا وديارنا، وثمارها تدنو لتهدي للورى عزا وجاه، قيم تشكل في نواحي الأرض طوقا للنجاة، وحوارنا ما بيننا. جديد هذا الموسم المنافسة الشبابية عزز قيمك. الشاب المثالي في هذه الحياة من إذا شافك على غلط ينصحك، لأن معظم الصحبات الآن في الوقت ذا حق هواه حق عشوات. لو قد شافك على غلط قلنا له انصحه قال بي احنا كل احنا معاشي روح على سيوم. أفكارنا أسرارنا وعزيمة لا تمثني، وموارد وسواعد هذه قد بدأت نورا يضيء لنا الحياة. اللهم فرج هم المهمومين. سورة لقمان سورة حوت الكثير من الفوائد والعبر، سورة جاءت فيها توجيهات عظيمة. سورة لقمان درسها طلابنا في مدارسهم، كم استفادوا من آياتها ومن توجيهاتها. يا ليت نسمع جزء من سورة لقمان منك يا سلطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه قصة هم ابن يسعى في بر أمه الكافرة، كانت تدعو للكفر، جاهدت بكل سبيل من قوة ومال ونفوذ لكي يشرك بالله سبحانه، لكي يطيعها فيما لا علم صريح يدعو إليه ولا عقل صحيح يشير إليه. لكن مع ذلك تأملوا ماذا أمر الله سبحانه وتعالى هذا الابن البار. أمره سبحانه وتعالى أن يصحبها في هذه الدنيا بالمعروف، أمره سبحانه وتعالى أن يتذكر سالف إحسانها، ذكره ربي عز وجل مع أنها تجرأت على ذاته العلية
لكن ذكره ربي سبحانه وتعالى أنها أمه حملت على شدة ضعفها 9 وأرضعت مع وهن عظمها 2، لم تكن مثل لقمان. لقمان أوصى ابنه ألا يشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك لم يسقط حقها في البر. يا له من درس. مهما كانت معاناة الأبناء والبنات، فإنه لن يسقط أبدا حق بر الآباء والأمهات. الأبناء أوجب الله عليهم برهم بآبائهم وأمهاتهم، وأمرهم بحفظ المعروف لهم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن هذا المنطلق يحمل الابن البار الكثير من الهموم مع هم بره بوالديه، في ظل تفضيل بعض الوالدين لبعض إخوانه أو أخواته، في ظل هم كيف يكسب قلب والده وقلب والدته، في ظل كيف يختار زوجته في دائرة رغبة الوالدين. هم آخر من هم الأبناء وهم يحاولون أن يبروا بوالديهم، هم كيف يعمل مع أبيه طيلة حياته ثم بعد ذلك يخرج دون مقابل. كثير هي الهموم والتساؤلات التي تحيط بالأبناء، يحاول فضيلة الدكتور أن يجيب عليها في هذا الحوار. شيخنا حفظكم الله، الابن حبه فطرة متعمقة في قلب الوالد والوالدة، لو بدأنا حوارنا بهذه النقطة. الأبناء هم عدة المستقبل، هم رجال الغد، هم فلذات الأكباد، وهم عماد الظهور. حب الأب لابنه كما تفضلت فطرة فطره الله سبحانه وتعالى عليها، بل يرى أن هذا الابن امتداد لحياته. يعني لن تجد أحد يتمنى أن يكون أحد أفضل منه، إلا الأب يتمنى أن أبنائه يكونون أفضل منه. لو نظرنا للآيات القرآنية لوجدنا أن الآيات التي جاءت تحث الآباء على القيام بحقوق أبنائهم قليلة جدا، بينما الآيات التي جاءت تؤكد على الأبناء أن يبروا آباءهم كثيرة جدا. لأي شيء؟ لم يحتج الشارع أن يؤكد لها كثيرا. هي تتجه بطريقة تلقائية. أنت ابنك تضعه في سواد عينك، بل تضعه في سويداء قلبك. أنت ابنك تحبه حبا فطريا، حتى أنك تضحي بنفسك لأجله. إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. كم الإنسان يحب ابنه. يعني زكريا عليه السلام يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني يريد أن يكون في العلم أكثر منه، يأخذ علمي، لأن الأنبياء يورثون العلم والنبوة، ويأخذ من علوم كل أنبياء آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يتمنى أن ابنه أفضل منه. لكن حقيقة في دنيا الناس اليوم يعني نجد بعض الصور التي تدعونا أن نقف لنتكلم. يعني يقول أحد المصلحين الاجتماعيين: جاءتني مشكلة بين ابن وأبي، حاولت أصلحها من جهة المعيشة ما صلحت، حاولت بشتى الحلول أن أصلحهم من جهة البر والأبوة ما صلحت. عجيب. يعني حاولت أصلح من عدة جهات. في النهاية قلت للأب: يا أخي أنا سأسألك سؤال. قال: إيش؟ قلت: يا أخي أنا تقفلت الأمور في وجهي، أريد أسألك، هل أنت تدعو لابنك بالصلاح؟ هل دعوت لابنك؟ تدري ما كان الجواب؟ ماذا كان؟ قال: لا أذكر في حياتي قط أني دعوت لابني مرة واحدة. لا إله إلا الله. مع أنه يصلي وتراه معك، لكن في المسجد، لكن ما يدعو. يعني لذلك إحنا احتجنا هذه الحلقة حقيقة لنقول: يا أبتي أعني على برك. أعني على برك. شيخنا، في نقطة حساسة جدا تكثر الشكوى فيها،
قضية التفضيل. طالما سمعنا شكاوى تصدر من الأبناء وربما البنات في قضية تفضيل أحد الأبناء أو البنات من قبل الوالدين، ما هو يعني أولا قضية التفضيل هي بذاتها، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ ثم ما هو الحد الجائز والغير جائز في قضية التفضيل بين الأبناء؟ يعني مدخل جيد للحلاقة. إذا حدث التفضيل سنصيح ونقول يا أبتي عني على برك. نعم. يعني أنت الآن تسبب كراهية الأبناء لبعضهم البعض، بل قد تتعدى إلى كراهية الأب أيضا. لا إله. هذا التفضيل خطير. من صور التفضيل مثلا أن يفضل الذكور على الإناث، مع أن البنت هي البارة وهي المطيعة. نعم. وهي كذا، ومع صحيح. ذلك لا تشكر ولا تذكر بخير. الله. والابن على بعده هو الذي يفضل ويقدم. هذا على أي أساس؟ هذا تقديم بهذه الطريقة، تقديم جاهلي. من صور التفضيل كذلك أن يفضل الصغار على الكبار، هذا يحز حتى في نفوس الكبير. نفس الكبير صحيح. نعم، لما يرى تفضيل الصغير وتقديم الصغير وإعطاء كل ما يريد. الغيرة كذلك بينه. من صور التفضيل كذلك تفضيل أولاد الجديدة على أولاد قديمة. هذه صورة للأسف منتشرة. يقول لي أحدهم كيف تريدني أبر أبي، ما قد دخل بيتنا مرة، ما يتكلم إلا عن أولاد الجديدة وكأننا نحن لسنا بأولاده. لا إله. يعني من عجيب صور التفضيل. يعني شوف بعض الناس كيف يفكر. ليش يتفضل هذا الولد على هذا الولد؟ تدري ليش؟ يقول هذا الابن يشبهني فهذا أنا أحبه، هذاك يشبه أخواله يروح عند أخواله. يا الله. من صور التفضيل، وقد يكون سبب مقنع حقيقة، قضية هذا ابن بار فأنا أحبه، هذا ابن عاصي فأنا ما. هذه كثيرة صحيح. ما يمكن يكون هذا. نعم. سائغ، لكن لا يؤدي للظلم. ليس معنى هذا أنك تظلم هذا الابن الذي هو بهذه الصورة. صور التفضيل كثيرة جدا. قد يفضل واحد على واحد في الإكرام فيدخل هذا في مدارس خاصة وذاك يتركه في مدارس حكومية عادية. من صور التفضيل التفضيل في الضرب، هذا إذا أخطأ يسامح وذاك إذا أخطأ يجلد، يجلد جلد، يعني حتى أنه يبكي ما هو من حرارة الضرب، يبكي من حرارة القهر، القهر والألم الداخلي في نفسه صحيح. ليش أنا أعاقب هكذا؟ من صور التفضيل مثلا المقارنات، دائما يقارن هذا بهذا، وهذا من خطأ. يعني السلف نبهونا على أمر، اعدلوا بين أولادكم حتى في القبل، خصوصا البنات الصغار. والله تتأثر وتحتبك عند أمها. يا الله. ليش قبلني قبله وقبلها ثلاث؟ يا لطيف جدا. وإحنا طبعا قدر ما استطيع إذا عدلنا، يقول عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إذن اعدل في أهلك. طبعا من صور التفضيل للأسف المنتشرة التفضيل بالمال، يعطي هذا هدايا، يعطي هذه البنت حلوة ولا يعطي الأخرى، يعطي كذا، هذا يشتري لهذه فستان ما يشتري لهذه. نعم. وقد يخرج بطريقة يعني يمكر بها، يكتب على أنه عقد بيع وهو حقيقة وهبه بالمجان، وهذا لا يجوز. طبعا أنت الآن تتحايل على من؟ جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أريد أني أشهدك أني أعطيت ولدي هذا نحلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، أكل ولدك أعطيت؟ فقال لا يا رسول الله. قال لا تشهدني على جور، أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ ما ودك أنهم كلهم يبروك؟ قال نعم. قال لا إذن ليش تفضل بينهم بدون سبب؟ نعم هناك في كما ذكرت تفضلت، هناك في تفضيل سائغ، لكن هذا التفضيل يدور على الحاجة ما يتعلق بالنفق. هذه نقطة هامة جدا توضح. نعم. يعني مثلا لمزيد توضيح، هذا مريض فتصرف عليه أكثر لحاجة المرض، بحكم المرض. نعم. لا يلزم أن تعطي هذا مثل ما أعطيته. هذه بنت تحتاج ذهب فتشتري لها ذهب. ما يلزم أن تشتري الابن مثلا. هذا ابن كبير يحتاج مثلا إلى سيارة ليذهب إلى الجامعة ومصروف أكثر، أنا أرى أنك تعطي السيارة عارية، ما في داعي أنك تعطيها يا تمليك. يحتاج زواج فتزوجه، هذه كلها حسب النفقة، لأن بحسب الحاجة. يعني مثلا هذا الابن سمين فتعطيه مصروف أكثر لأنه يأكل أكثر من أخيه الآخر، هذا جائز لأنه كله بحسب الحاجة. أما إذا خرجنا عن إطار الحاجة تعطي عطية تعطي هدية، هنا يجب العدل.
هذا الذي لا يجوز ولا يسوغ التفضيل. نعم. بالنسبة لما يتعلق بطاعة الوالدين، هل هي مطلقة أم لا حدود؟ وإن كان لا حدود، ما هي حدود طاعة الوالدين؟ لأن الكثير الآن يشكو، يقول بعض أحيان تكون لي مصلحة معينة، مصلحة دنيوية، قد يعترض عليها الأب وتعترض عليها الأم. هل في هذه الحالة يجب علي أن أقطع مصلحتي، أتنازل عن مصلحتي، أضيع هذه المصلحة برا بوالدي، أم لا يلزمون البر في هذه الحالة؟ العلماء تكلموا حقيقة في هذه المباحث وبينوا أنها على أقسام. القسم الأول، إذا أمرك في بمعصية الله عز وجل، فإن نبيا عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة في معصية الخالق، كما رواه الإمام أحمد. مثلا أمرك ألا تصل رحمك، لا تذهب إلى خالتك أو حتى إلى أقارب زوجتك، فإنه في هذا لا يطاع، وتداري حتى لا تغضبه. الأمر الثاني، في قضايا المباح التي لك فيها مصلحة ويشق عليك تركها، يعني هي أمور مباحة في التجارة مثلا، في الزواج، في كذا، يشق علي أن أترك هذا الشيء وهم يأمروني به. هنا أيضا الشريعة لا تلزمك ما دام في ضرر عليك، لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثالث، في ترك المندوبات أو فعل بعض المكروهات. هذا الفقهاء يعني لهم فيه نظرا. النظر الأول مال إليه ابن حجر الهيتمي وتبعه ابن الصلاح الشافعي، يعني رأيهم أن إذا كان لمصلحة ولغرض يتعلق بهما فلا حرج. يعني يطلبان منك أن لا تصلي النافلة حتى تخدمهم، نعم، هذا لا حرج فيه، لك الأجر العظيم. أما إذا كان هوى، أو كما قال ابن حجر الهيتمي يقول مجرد حمق اللي احنا نسميه شف، يعني شف. هذا لا يطاع. ليش تريد أن يتركها؟ ما لك يعني، ولا يأثم الإبن، ولا يأثم. العيني الحنفي اتجه اتجاه آخر، قال إذا أمرك المرة بعد المرة على ترك المندوب فأطع، لكن تترك المندوب دائما، يقول لا، أنت كذا ستميت الشريعة وستميت ما أمر الله به. بالنسبة للشبهات، ذهب الغزالي إلى أن أكثر العلماء يرون أنك تطيع والديك في الشبهات. عجيب. يعني شيء مختلف فيه وأمرك الوالد، فإنك لا حرج عليك إذا أطعته في هذا الأمر، ويكون هذا من البر. يكون هذا من البر. في النهاية دعني أقول شيء، أن حق الوالدين لا يسقط أبدا، حتى لو جاهدا على الكفر فيجب أن يطاعه. حفظكم الله فضيلة الدكتور. بعد هذا التفصيل، حقيقة تفصيل الماتع، والذي حقيقة حل به إشكال كثير موجود في أذهان كثير من المشاهدين والمشاهدات، نود حقيقة أن تعيد لنا التذكير بقضية وجوب بر الأبناء بأبائهم. هذا هو الأصل. الأصل أن يبر هؤلاء الآباء، وأن يقام على أمرهم مهما رفع صوته، مهما أخطأ عليك، مهما أخذ من حقك. يعني اتق الله عز وجل في بره. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. يسأل أبو الدرداء، يقول يقال له: أبي يأمرني بطلاق زوجتي. يقول: ما أدري ما أقول لك يا الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فارفعه وإن شئت فضعه. نقول يجب أن تطيعهم في حدود الواجب. في غير حدود الواجب اللي تكلمنا عليها قبل قليل، نعم، تندب أن تطيعهم، وهذا بر، وهذا والد، وهو أوسط أبواب الجنة، فتندب لذلك. ثم حاول أنك، يعني بعض الأبناء يتعذر بأعذار في ما أريد أطيع والدي. ليش؟ يقول: والدي هذا مثلا لا يحسن التصرف في المال، كل ما أعطيناه فلوس ضيعها. يعني ستحجر على والدك؟ هذا السؤال دائما يسأل. إيه؟ يعني ستحجر على والدك؟ طيب والحل؟ الحل يا أخي، ممكن تأخذ مال والدك وتدخله في شراكات مع أناس ناجحين، فينجح على عمل غيره فيفرح أنه نجح وأنه كبرت تجارته وأنه صار كذا، ولا تحرمه من هذا الأمر إذا كان يحبه. إذن علينا أن نبحث عن حلول. آخر يقول: لا، أنا أصلا أبي يحب الظهرة، كل ما أعطنا فلوس بدر بها عشان يظهر قدام الخلق. طيب والحل؟ وهذا يجهد الأبناء. الحل ممكن أنك تجمع حوله أناس تحثهم على أن يمدحوا الأمور الإيجابية، فيندفع لك يظهر في الأمور التي أنتم تريدون أن يكون فيها. بعضهم يقول: أصلا أبي ما يحب التدين. طيب إذا كان يعني هل هو ما يحب الإسلام كدين؟ لا طبعا، لكن هناك في إشكال معين في ذهن هذا الأب. صحيح. ممكن يجلس معه ويفهم ويحل
على يعني ناقشة على عفوا يحل على طاولة النقاش والحوار. بعضهم يقول أبي لا يريدني أتعلم، ما يريدني أتعلم، صحيح. يقول ليش أنت تبغى الشهادة، ايش تبغى بالعلم، روح لك اشتغل، اشتغل صح. طيب ممكن تبحث لك عن كفالة تعطيها والدك وتذهب تطلب العلم، ممكن تطلب العلم وتعمل وتأتي بمصروفك وراتبك وتعطيه لوالدك. يعني مهما كان لابد نوجد حلول لكي نوفق بين ما نريد وبين ما يريد الوالدان. حفظكم الله فضيلة الدكتور. للآباء حق على الأبناء، وللكبير حق على الأبناء مهما كانت الظروف. ذكرتم فضيلة الدكتور قبل قليل كثير من الأعذار التي تأتي على ألسنة بعض الأبناء ليتعلل بها بعدم البر والطاعة. حقيقة الآباء لهم حق وحقهم كبير جدا مهما كانت الظروف. حوار شباب عزز قيمك دار حول هذا الموضوع، لو تأذن لنا شيخنا في المتابعة. ممتاز جميل. الوالدين لهما فضل علينا ويجب أن ندعو لهما، فما دعاءك لوالدك محمد؟ لوالديك ما دعاءك لوالديك؟ إذا ذكر الوالدين يعني هذا شيء على كل إنسان أن يعرف فضلهما عليه. دعائي للوالدين هو أعظم دعاء ما جاء في القرآن، الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. حتى بعض الناس قد يكون أبوه مثلا مقصر، ادعو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم شيء، وأن يحسن له الخاتمة. اللهم احسن خاتمتك الله، جزاك الله خير. فارس عطني اللي عندك. طبعا بما أننا اتطرقنا للدعاء للوالدين وأهمية الدعاء لهما، راح أقول لكم شيء، أن الوالدة لحد الآن تعبانة ودي أنكم تدعون لها، لكن برضو دعائي للوالدة هو بالشفاء، أسأل الله أن يشفيها ويرزقها الصحة والعافية. أما دعائي لأبوي الله يعطيه العافية والصحة، يطول في عمره ويرزقنا بره إن شاء الله، هذا دعائي للوالدين. جزاك الله خير، أسأل الله يبارك لهما وفيهما. عامر تفضل. طبعا دعائي للوالدين أبوي، أنا أبوي مغترب في السعودية ما شاء الله، وأسأل الله أن يطيل عمره وعمر أمي في طاعته، وأن يرزقهما الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقهما الصبر والاحتساب بإذن الله تعالى. هشام ما دعاك لوالديك؟ طبعا أنا أول قبل كل شيء أشكر والداي على تحفيزي للدخول لهذا المركز، ولولا والداي ما وصلت إلى نصف ما وصلت له ولا إلى ربع ما وصلت له ما شاء الله. وإن كان هناك من دعاء أنا أقول اللهم متعنا وإياهم بالصحة والعافية، وارزقنا وإياهم طيلة العمر، وارزقنا حسن التعامل والأدب معهما، لأنهما بابان من أبواب الجنة، إذا أغلق خلاص أغلق فاتتك الفرصة. لا إله إلا الله. الله يرزقنا برهما يا رب العالمين، يمتعنا بالصحة والعافية. سلطان تفضل. مثل ما قال محمد جزاه الله خير، أعظم دعاء للوالدين أن تقول كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أعظم دعاء، وهذا والله قليل في حقهما، قليل في حق الوالدين، بأن يكون يعني الواحد منا يعني الواحد منا لو سأل نفسه كم ومتى آخر مرة دعيت لوالدين، كل واحد يسأل من نفسه والجواب تعطيه نفسك. يعني نحن مقصرين في حقهم حتى بالدعاء، فما زالك بالعمل فما بالك بالعمل. إذا كنا مقصرين في الدعاء في لفظه وفي كلمة وفي كلمتين نقولها في السجود ولا نقولها ونحن ماشيين نقولها في أي وقت، فما بالك بالأعمال. نسأل الله يغفر لنا ويغفر لهم أجمعين. آمين. ياسر أنا الحمد لله لا أذكر أنني في أي صلاة ما شاء الله. في آخر التشهد لا أذكر أنني صليت صلاة ولم أدعو لهما بهذا الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. لا أذكر أنني فوت هذا الدعاء أبدا. جميل. إنه في سنة، إنه في نافلة، إنه في فريضة، الحمد لله. وهذا قليل يعني كما قال أخي سلطان في حقهما، ولكن نسأل الله العافية. الله يزيدك. آمين. بعضهم يسأل، بعض الأبناء يتساءل كيف أستطيع أن أكسب قلب والدي؟
يعني سريعا أنا سأدل على خمسة أمور. الأمر الأول الإحسان، أكثر من الإحسان أكثر من الإحسان ستكسب قلبه إن شاء الله. الأمر الثاني صناعة النجاحات، يعني دائما لما يسمع والدك أنك نجحت، أنك تفوقت، أن صار لك مكانة في المجتمع سيحبك. الأمر الثالث يا أخي افهم نفسية والدك ماذا يريد، ذكاء اجتماعي. يعني يقولون أحد الآباء كان أبناؤه بارين به وكانوا يعني على مستوى عالي في المجتمع، لكن يقول هذا الأبنان عققة، هذا ولا أحد منهم زوجني ولا أحد فاهمني ولا أحد جاب لي حروة. يعني افهم افهم يعني والدك ايش يريد، ولا يعني ممكن صحيح. تساعده بدون ما تغضب امك. هذا التوفيق والذكاء صحيح. من الامور الامر الرابع قضيه الاهتمام بالدعاء، القلوب بيد الله عز وجل والله هو اللي يألف بين القلوب. نعم. فاهتم بالدعاء وادعو له لعل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدره لهذا وأن تقبل عليه. هذه يعني جملة من الأمور التي لو أنه سعى فيها الابن بإذن الله عز وجل ينجح في كسب قلب أبيه. ما شاء الله، على أنها مختصرة إلا أنها جميلة وكافية ووافية ما شاء الله عليكم. شكر الله لكم فضيلة الدكتور. هنا سؤال يتكرر كثيرا، بل هي مشكلة، بل هي قضايا حتى تصل ربما إلى المحاكم، قضية آهات تخرج من فهم كثير من الأبناء. أنا الابن الكبير، أنا الذي اشتغلت مع والدي، أنا الذي أسست العمل مع والدي، أنا الذي طورت عمل والدي، أنا الذي شقيت وتعبت طوال هذه السنوات، إخوتي درسوا وتعلموا وتوظفوا وكل واحد ما كان يحصله من مال في جيبه إلا أنا مات والدي، الآن الكل يريد أن يقاسمني، هل هذا جزاء بري بوالدي؟ ما نصيحتكم وتعليقكم على هذا الأمر؟ هذه الصور متنوعة، اللي ذكرتها هي صورة واحدة فقط مما يجده الأبناء. نعم. يعني تأتينا شكاوى كثيرة من الأبناء، يعني يقول أحدهم كنت عاصيا بعيدا عن الطاعة، ما أحد يكلمني، أصرف مالي فيما أشاء، فلما تبت إلى الله عز وجل واهتديت وصرت مستقيم كثرت علي المحاسبة والمطالبة، يعني تريدوني أرجع كما كنت. سبحان الله. يا أبتي أعني على لبرك. من تلك الصور يقول أحدهم أنا الذي أنفق على والدي، أنا الذي أسدد حتى فاتورة الماء والكهرباء، أنا الذي أصرف عليهم طول السنة، ثم يأتي إحسان مرة في السنة من أخي، فلما يأتيهم هذا الإحسان يقولون شفت هذا أحسن منك، يضخمونهم، هذا أحسن مني، يعني صار إحساني هذا أمر روتيني ما عاد يحسب لي. طبعا نحن نقول أجرك على الله عز وجل، لكن حقيقة هذا يكسر النفوس. ويا أبتي عني على ذلك. من تلك الصور، الصورة ذكرتها الآن تفضلت بها، الابن يبر والده لدرجة أنه يبقى معه يثمر ماله ويكبر تجارته، والأبناء الآخرون يذهبون يشقون طريقهم يكونون أنفسهم يبنون بيوتهم. ثم يموت الأب ويأتي هؤلاء الأبناء ويأخذ كل واحد منهم سهم كسهم هذا في شقى عمره. يا أخي يا أبي الفاضل ماذا تفعل أنت الآن؟ ظلمت هذا الابن الذي برك وقام صحيح. معك. يعني نحن عندنا أحد حلين، إما أن يعطي أجرة جميل مثل أي إنسان يعمل عنده موظف، إيه نعم، يعني ابني يعطي أجرة نعم هذا حق، وإما أن يدخلوا شراكة نسبة ويقول لهم قبل موته هذا الابن له الثلث له الربع مما قام به ويتقاسم معكم في بقية. جميل. من تلك الصور أيضا صورة الابن الطيب البار الذي بنى البيت، أو هذه كثيرة ما تحصل، بنى البيت في أرض مشتركة ونوى التبرع، كان حاله ميسور وأموره طيبة صحيح، ما له شيء في الشيء. ثم لما حفت وجاء الآن أنا اللي بنيت وأنا اللي القسم، يعني إحنا من البداية حقيقة دعونا نكتب كل شيء، كل شيء يكون واضح حتى لا نختلف بعد ما مات أبينا ويأتي من يقول لا رحمك الله يا أبانا ولا الله، هذه مصيبة. ولذلك نقول اتخاذ الوسائل الصحيحة ستعين بإذن الله الأبناء على بر آبائه. جميل جدا. شيخنا في المقابل هناك مشكلة اجتماعية وإن كانت تقل يعني خطرا عن المشكلة السابقة، الابن الذي يصيح ويقول أبي أمي يضغطون علي لأتزوج بنت أنا لا أرغب في الزواج منها لسبب أو لآخر،
ما نصيحتكم له؟ هذه حقيقة تحتاج موازنة ليست سهلة. كيف نستطيع أن نجنبه ويلات مستقبل هو لا يحبه؟ صحيح. وكيف نستطيع أن نجنبه أن يعق والده الذي يدعوه للزواج بهذه؟ وبين النارين الآن قد تكون قريبة للوالد ونحو ذلك وهو يرضى له. يعني المسألة تحتاج نظر في كلام بعض الخبراء، لعل عندهم تجارب جيدة يتحفوننا بها. نعم، نرجع إليهم إن شاء الله. نتابع. قصة غضب والده بأن يؤجل مشروع زواجه، فالتأجيل والزمن كفيل بإرضاء والده، وعليه أن لا يقدم عن الزواج بمن لا يرغب فيها، فزواجه بمن لا يرغب فيها وهي دائمة العشرة له ودائمة التخالط معها ليلا ونهارا سيوقعه في الظلم لنفسه والظلم لزوجته والظلم لأولاده بل ولأسرتي الزوجين. فالشخص قد يظلم نفسه إذا ما تزوج بامرأة لا يرغب فيها، لأنه سيرغم على التعامل معها وسيرغم على أداء حقوقها وهو ونفسه لا ترغب فيها ولا تميل إليها. وكذلك سيظلم هذه المرأة، لأن المرأة محتاجة لحقوق وعليه واجبات كزوج أن يؤديها لزوجته، فإذا ما كان نفسه لا ترغب فيها فمن المؤكد أن أداءه لتلك الحقوق لن يكون فعالا ولن يقوم به على أكمل وجه، وبالتالي ستظلم هذه المرأة. كذلك هذه العلاقة تكون معرضة للانتهاء وللانهيار وللطلاق، وهذا الطلاق الذي قد يحدث بين الطرفين سيؤدي إلى ظلم الأطفال الذين هم في أمس الحاجة لرعاية الزوجين معا. كذلك قد يؤدي هذا الطلاق أو الفرق التي تقع بين الزوجين إلى انهيار العلاقة بين أسرتي الزوجين معا. وبذلك فالزوج عندما يقدم على الزواج بامرأة لا يرغب فيها قد يسبب لنفسه ولغيره الأضرار والظلم، ظلم لنفسه وظلم لزوجته وظلم لأولاده وظلم لأسرتي الزوجين. هنا الابن مطلوب منه أن يتصرف بحكمة مع والديه. من الأمور التي تساعد الابن على التصرف بحكمة أن يرسل إلى والديه أعز الناس إليهما، فإذا كان عمه أو خاله أو صديقا لوالده من أعز الناس لوالده وأقربهم إليه يرسله إليه يخبر والده أنه لا يرغب في هذه الفتاة وأن مشروع هذا الزواج ربما يؤول إلى الطلاق. طبعا سيحصل هناك شقاق ونفرة وخلاف وصراع بين أسرتين كانتا متحابتين، بعد هذا الزواج صار بينهما العداوة والبغضاء. إذا استطاع هذا الوسيط أن يقنع الوالد أو الأب بأن هذا الفراق أو هذا الزواج سوف يصنع صراعا في المستقبل، وأن الرجل ربما لا يرغب في الزوجة والزوجة ربما لا ترغب في الزوج، فإنه ربما ينصرف عن هذا الموضوع ويتجه إلى ما كان يرغب فيه ولده. يفضل في اختيار شريكة الحياة أن يضع الأهل والزوج نقاط محددة للمواصفات شريكة الحياة. ما هي المواصفات التي يفضل الأبوين والابن أن تكون موجودة في الزوجة؟ وبالتالي بعد طرح هذه المواصفات يتفقوا، هل تتفق مع هذه المواصفات مع الفتاة التي رغب الأهل أن تكون شريكة حياة أو الذي أو وضعها الابن لتكون شريكة حياته؟ لجأ القاضي لاستراتيجية الهروب من المشكلة مؤقتا فيؤخر زواجه حتى يجد فرصة أفضل. أما خبيرنا الثاني فلجأ لاستراتيجية التنبؤ بإخبار الأب بما يقول له هذا الزواج إذا تم بهذه الطريقة. الخبير الثالث استخدم مصفوفة اختيار القرار، وضع المعايير الصحيحة، وضع وزن لكل معيار، قد يكون المعيار الأول مهم فتضع له 10، المعيار الثاني أقل أهمية فتضع له 3، ثم النظر في محصلة كل اختيار واختيار الاختيار الأفضل حتى يصل الجميع بقناعة إلى ما يناسبه من القرارات أو من اختيار الزوجة.
كانت أفكار جميلة لحل المشكلات، ومتابعونا لعل عندهم الكثير أيضا من الأفكار لحل هذه المشكلة، لكن دعونا ننظر ما رأي أبو محمد. لازم قدر ما تستطيع يا الشاب أن تحاول أبوك لما يقتنع عونك. ثاني نقطة أنك تكون مع أمك تقول يا أم تعالي قولي لأبوي إذا كان عندكم كرايم تروح لكريمتك يا أخو إكري، وتروح بيش بعاي بانكسار مش برفع صوت يا أم، حاول حتى أنك تبكي يا أم شي أبوي بغانا خذ بالتاء فلان ما بغانا أخذ بالتاء، أنا بغيت إلا بالتاء، هذه أنت الذي بغيتها يا درست أنت إياها يا تعرفها يا بتعرفها، وهي صغير يخاف في سابع في ثامنة بغيت إلا بالتاء. يعني حد قال لك من الشباب شو بالتاء فلان ممتازة؟ حد قال لك من أصحابك؟ ما في شيء، أنت الذي بتعاني هذه الأشياء مش أبوك مش أمك. يعني أنت كانت خدت هذه البنت وقال لك أبوه قلت وبعدوش النفسي، شوفك بتقدر تغطي بتقدر تقوم بعيالك بتقدر تقوم بحرمتك، ليش؟ لأنك أنت الذي دورت له. لكن إذا كان يا بولك على أمي بكلام أبوك بغاني إلا بالتاء فلان، شوفك ما بتعبر بشي 8 أيام 10 أيام وعالك إلا نيت ييسر الطلاب في خلقه بتات عندها ويا بتلك ولاله ولا بنية قوموا كارف، أنت بشق ولدك بشق حرمتك بشق ويوم وبقط يا الوالد. ليه؟ ليه تحل ليه تنام حتى تحلم؟ لازم انت يا الاب، معنى بابا نقول الزقر قلب عليك، لا لازم انك تقدر الموقف. الان شبك تعيش في وقت ما هو وقت اللي كان وشيبان فيه، لازم تستمع للبنت، لازم تستمع للولد، لازم تستمع للديره كلها. لا تقول انا معي عدي، لا تقول انا معي موتر، لا تقول انا معي داب اضربهم، لا شوف في واحد اسمه خلق العالم كله، شوفوا ما بيضيعهم. انتبه ما دام الناس على نية، ما دام الناس على لازم خلق اللي يتصرف في هذا الشيء، ان خلاص لا انت عليك تعاونهم يا عيالي تعالوا كذا بنتوا كذا شو دالي شو دالي يصلح شو دالي يرضى، ما هو تغصبهم يومك معقلين لي نعدي على الزقر. ده كان ما ابغاه بيحسبت الناس بيكلم بتبقون قالوا اسمعوهم وقاسمعوهم ماشي داعي، خلي الشاب هو يختار. كما لما يجي الشاب لما عنده فلان شاورون البنت يا فلان بنت فلان قال مرح قال شي فلان بغاش بغيتي قالت له ردوا الخبر، يا فلان بنت فلان شي فلان بغاش بغيتي قالت نعم هو بغينا، ليه؟ خلاص سنطوف في الأرجاء نقرأ في تعالي من إله غرسنا بذرها في صدورنا ونفوسنا وتفرعت أوراقها في حينا وديارنا وثمارها تدنو لتهدي للورى عزا وجاه قيم تشاكل في نواحي الأرض طوقا للنجاة. سنفكر بمبادرة لكن بطريقة أخرى هذه المرة، سنرسل رسالة مرئية ومسموعة إلى الأبناء، مهما كان آباؤكم تحملوهم، مهما كبرت سنهم، مهما اختلفتم معهم في الرأي، يجب عليكم أن تبروه. المبادرة تقول التالي: اصنع لنا مشهد تمثيلي يدل الأبناء على أهمية بر الآباء والأمهات. من يبدأ معنا؟ تفضل السلطان. نفترض لو أن هناك رجل متزوج تحته ولد، وهذه الزوجة غير صالحة، فأراد أن تفرق بين الابن وأبيه، فكلمت زوجها بأن يخرج هذا الوالد برا البيت لأنه ضايقها، فأخرجه برا البيت في غرفة لحاله، فأخذوا يعطونه الطعام لحاله يأكل لحاله في هذه الغرفة وهم لحالهم في الدار، فمات هذا الوالد والد هذا الشاب وتلقى العزاء، وبعد أن تلقى العزاء أراد أن يدخل غرفة هذا الوالد ويشوف الأوساخ ويوزعون الأوساخ ويوزعون الغرفة، فخرج هذا الشاب مع ابنه الصغير
وبدأوا بتنظيف الغرفة. فرأى هذا الابن الصغير الصحن اللي كان يخرجون بالطعام لجده المتوفى. فأخذ هذا الولد الصغير الصحن ومسكه. قال له والده ايش بغيت بهذا الصحن؟ قال له يا ابا كيف انا بغيته؟ قال له طيب ايش بغيت به؟ قال له خله انا بغيته عشان بعد لك كبرت نجيب الطعام حقك في هذا الصحن. الله المستعان. ستكون مؤثر حقيقة. سيكون موقف مؤثر على كل ابن يفكر بعقوق ابيه. تفضل ياسر. اقول في مشهد بعنوانه كذا لا تطفئ شمعة البر بأوف. يعني يجي شاب يدخل في بيته يقعد في الصالة ميزة قدامه فيها شمعة تضيء. يشل الجريدة يقرأ فيها يصفح يدق التلفون صديقه هلا وسهلا هلا والله حياك الله كلام زين حلو جميل يطبق يقرأ يكمل قرايته ويتصل على أبوه هلا طيب ذا الحين باجي ويطرح الجوال ويقول أوف يطفي الشمعة حق البر ويقوم يدبر لا ينطفئ يعني شمعة البر يعني هذا الأب هو الشمعة كان وطفيناها بكلمة أف والله عز وجل نهانا عن كلمة أف. حسين وش معك؟ طبعا هذه قصة بر مشهد قصة بر جميل ننتقل من عقوق إلى بر. نعم نعم. عندما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجل حامل أمه على ظهره فسأله أول شيء قال له من هذه؟ قال له هذه أمي. وطبعا طاف بها بالبيت الحرام طبعا. بعدين قال له يا ابن عمر هل أنا يعني أديت حقها؟ قال والله لو فعلت ما فعلت ما أديت حتى لو صرخة من صرخاتها وهي تحمل. لا إله إلا الله. يعني فالشاهد من هذا الكلام يعني أنك مهما فعلت ما تقدر. رسالة جميلة من الشباب عندنا في استوديو هذه قيمنا الموسم الثالث. مهما فعلت لن تستطيع أن تجازي الوالدين ما قدموا لك. يا ليت تنطبع هذه الرسالة ونحن نخدم والدينا لا نقدم لهم شيء حقيقة. نحن فقط نقول لهم شكرا على إحسانكم الذي قدمتموه. الختام عند من؟ صراحة منافسة عزز قيمك الموسم هذا قوية جدا بينكم. الله يوفقكم. عندك ياسر. بسم الله. مهما تكلمنا وقلنا ومهما من الأشعار صغنا ومهما وفينا بالمشاعر حقهم واجب علينا. مهما تكلمنا وقلنا ومهما من الأشعار صغنا ومهما وفينا بالمشاعر حقهم واجب علينا. أمك 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 ثم لأبوك عطفك مالك غير أهلك عطهم كل حبك. حثنا ربي برضاهم وحذر اللي ما وفاهم يكفي لو تكسب رضاهم وعد ربي فيها جنة. أمك 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 ثم لأبوك عطفك مالك غير أهلك عطهم كل حبك.